زين يا مصلى بالسلامة بس لا. بسم الله الرحمن. المهم الله يخليك، انا جوعان وميت من الجوع، باغي اتغدى، يلا بسرعه. ها مو جبت غرسه العطر وقلت لك عنها؟ ماشي عطر في السوق مخلص، كل العطر مخلص، في فليت، باغي فليت؟ فليت؟ مو قالوا لك انا قمله؟ لا بعوضه. احسن. عفوا. هل رامز هنا؟ سجل في المعهد اليوم ولا لا؟ رامز؟ سدوره فوق جالس. ايش يسوي فوق؟ ابويا اخوك مستوي روميو الى حق جيت. اسمها جولييت، جولييت ما كل جيت، تخلف يا متخلفة. رمز ورمز رمز رمز ورمز رمز. انت هالكل حياتي، انت انا هالكل حياتك؟ ايش جالس تسوي فوق السطح؟ خبرني. طالع وهابط، نازل وطالع فوق السطح. يا زهران يا اخوي، انا كان في عرق وما كنت متحمل العرق اللي في جسمي، طلعت فوق علشان ينشف العرق، وبعدين قلت يعني اشم شويه هواء وبس. اسمع يا اخوي رامز. نعم. الريحه اصلا ما عيب، خاصه اذا كانت مرتبطه بمهنه شريفه تدر الخير والرزق لاصحابها. وانا اتمنى ان شاء الله، اتمنى من كل الشباب ينهم يشتغلوا في هذه المهن. وانت جالس اللي فوق السطح بس ما عندك شغله ثانيه؟ ايش هذا؟ انت خبرني، سجلت اسمك في المعهد المهني اليوم ولا لا؟ معهد؟ ايه المعهد المهني. ايوه المعهد المهني. انا مسجل من زمان اخوي، من زمان مسجل. نعم صحيح رامز. اي نعم والله. والله نعم صحيح. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كذا طمنتني، الله يطمن خاطرك. يا الله رايه جالسه تحرسنا على الغداء. يلا مسوي قبولي ولا مسوي؟ مسوي اللي مسويت لنا. يلا بسرعه. فاز بيده مو كسرتي بعد؟ لا ابا انا ما كسرت شيء، بس يمكن حد من اولاد الجيران اقحصهم كسرت الدريشه. ايش قلتي؟ انكسرت الدريشه؟ عجب، هذا ما حد غير حمود والزهران، هذا العفريت. انا اسير اخبر ابوه. اهلا حق مراد، كيف حالك؟ خير الحمد لله. ان شاء الله بخير، كيف صحتك؟ اسمعني. نعم. دريشه بيتنا بوصوب بيتكم. ايه؟ مكسوره، وجارنا سيف ما عنده اولاد ترى. حق مراد قصدك ان اولادي هم اللي كاسرين دريشتك انت؟ الله اعلم، بس اسالهم يمكن يحسبوا عنا شجره نبق ولا شيء. حاضر حاج، حاضر ان شاء الله حق مراد، حاضر اذا كان على اولادي ان شاء الله. انا براويهم هذيك الفعايل ولا يهمك. والله عاد تراويهم ما تراويهم أنا ما يخصني، المهم إني أبغى تصلحوا لي القامة. ويلا في مال الله. تفضل حق مراد. أحسنت.
خل. وابوي واحشني اخوي زهران وصل وقت يا رامس. بنتو بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا اعز الناس حبايبنا. ها زهران، ها زهران اخوي انت شرفني. اهلا وسهلا بك، تفضل اي خدمة. رامس اخوي. نعم. انت اللي كسرت الجام؟ جام؟ اي جام زهران اخوي؟ اي جام هاي؟ انا ما سمعت ان الجام انكسرت. اي نعم. رامس اخوي من خلال كلامك انا متاكد انك انت كسرت الجام. ليش؟ احب احب. تحب الجامعة رامس تروح تكسرها؟ صدقني زهران، صدقني والله العظيم احبها واموت فيها، صدقوني. اسمع صدقوني، صدقوني. انت تحب من؟ انت تحب من؟ انا احبها احبها بس احبها يعني احبها يعني احبها. من هي؟ احبها زبيده. زبيده احبها احبها واموت اموت فيها. زبيده بنت الحاج مراد؟ اي نعم، زبيده بنت الحاج مراد. زهران زهران انا رامس اخوك وحبيبك وعزك وعزك واموت فيك، لكن ارجوك ارجوك تروح بيت 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 الشاي براد وتخطب لي زبيدة. أنا زبيدة أبغاها وأحبها وعزها. الشيء ما خدت شيء إذا كنت تحبني وتعزمني. إن شاء الله. أقول زهران اسمعني، هذا مسجل حالك وهذا الكم حالك وهذاك العطاء حالك والأشرطة حالك وهذا الحلوة حالك وعبد الحليم حافظ أحبه وعزه، لكن بس بشرط واحد. الشرط إنك تروح عند الحاج مراد وتخطب لي زبيدة، لاني ولان احبها احبها من كل قلب وحياتي. شيء ما قالوا شيء ما. استهدي بالله، استهدي بالله رامس، استهدي. ورايح من رايح رايح بيني وبينك رايح ما تدخل رايح. تعال بسرعه رايح. هاي جت شيء ما كتبوا لي اياها. شيء ما خير مو هنا. تعالي تعالي تعال فيها. ابغاها 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 بس انا بجن بجن فوق رامس. ما لا مو هناك مو عندكم. رايح تعالي اسمعي الاخ باغي يتزوج زبيده بنت الحاج مراد. باغي تتزوج بابا؟ زين زين. اقول ام محمود. نعم. الواسطه ثم الواسطه. ابغى واسطه بدون واسطه ما يصير شيء. اي نعم. زهران ابوي الشيمه تقمل فيه. تقمل فيه. كان فيك شيمه. هذا الرجال مسكين غرقان وحلل وكولجيت زايده عليه. شو زوج الشيمه؟ كولجيت؟ زوج الشيمه. زوج الشيمه. ان شاء الله ان شاء الله. ارجوك. ان شاء الله الليله بعد صلاه العشاء بروح اخطب لك اياها. لا. بعد صلاه العشاء لا. تخطبها تو تو بابا. الشيمة كانت الشيمة شيمة زوجوني. زين ها رامس اخوي. زين انت نسيت انك كسرت الدريشة ولازم تصلح الجام رامس؟ اي جامة وهي دريشة زهران اخوي. انا مستعد توصل السوق واشتري له درسن كمان. اذنكم خذ شوية زهران. جامة وين جامة؟ جامة مو درسن اجيب له اخوي زهران. ام محمود فاهم الله. جامة وين جامة؟ يلا رايح حكم سيروا باك مع الاولاد ها تخليهم يصيروا وايد الحاره. انا ما اتاخر عليكم بس 10 سنوات بس، واذا تاخرت وطرش لكم رساله مع الحمام الزاجل اللي بيكون. ايه وديروا باك مع الاولاد. ايه هيصيروا الحاره واجد هيضربوهم بعين ترى الحساد واقدين. ايه الحلوين ديروا باك عليهم. يلا زيانه تعال شوي تعالي. ريال باغي ما شاف يال 100 ريال. مسكين 100 ريال ها هات بدري هنا هلا في الصرف. زين هذول 20 هذا استوى 20 تهم 100 مره بدرتيهن الله يهديك.
يلا مع السلامة. مالا يستوي كل شيء له شيء. هذا مثلا خيل وهذه شنه. اي نعم. وهاي سنه مكي بيكون تعرفين حلول. وهذه سحاله سووها حال البخور. وعندك مثلا ها هذه قاعده. قاعده؟ اي نعم قاعده. حل مو هذه القاعده؟ هاي الله يسلمك دواء الحمه بمره تقطعها الحمه والبطن بعد. ايه أوبا هذا مو هذا. أشوف إيه والله صدقش. إيش هذا ومن جايب لنا؟ أشوفه مخلوق. إيش هذا يا مرات؟ إيش هذا يا مرات؟ إيش هذا يا مرات؟ أخبرش المشي ما طلع قيمته. وهذا الربطة بكم يا بنتي؟ هاي ما يباع بالربطة، هاي جواني، لكن نحن نبيعه بالكيلو. الأول نبيعه الكيلو ريال ونص. وتو؟ تو نبيعه بريالين. لكن علشان خاطر أنتي سألتيني يا الغالية، ها؟ الغلي؟ نعم، الغالية تسأل وما نغلي الشيء؟ لا نغليه، نخليه 3 ريالات. وبا حرام عليك، ما حد بيقدر يشتري. حرام علي علشان أبيع سنة مكي وخيل وصبر؟ حرام علي؟ عقب ما قلتي حرام عليك لما رفعوا الجن الجاباني راهي علي انا ذا المساكين على حياة هالدويات اللي عندي دكاكي هالكبيرة ها؟ لكن اخبرش اغيار اغيار وعناد فيش ارفع السعر دبل. نعم اخلي الكيلو ب5 ريالات. قولي قادلي قولي لا تكلمي بنات ما عندكم سوالف. حرام عليك حرام عليك. ارحموا زيرو شوف من هالباب. يا حي الله من دارنا. يا هلا وسهلا. اهلا اهلا تفضلوا. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ أها قولي من عند الباب خبريني ما بمر. أهلا وسهلا حي الله من زارنا. هذا زهران ومعاه راية وبيولهم رامز. بيكون عجب جايبين القامة. حياهم الله حياهم الله. هي معهم قامة. السلام عليكم الحاج مراد، كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها جبتوها القامة؟ هي 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 نعم هذه قدامك وتشوفها. والله نعم ولايتية قيمة 10 ريالات. إذا ما صدقني هذه الفاتورة في جيبي. ها هيا فضحتنا. سكت. فضحتك أخوي سامحني. أنا اللي أتكلم وبس. إن شاء الله إن شاء الله. الحاج مراد ندخل وامو كذا واقفين عند الباب الله يهديك. ترى بعد احنا جايين سالفة غير سالفة القامة هذه. يعني عندكم سالفة غير سالفة القامة؟ هي نعم هي. إيش هي؟ حاج مراد ما احسن ندخل داخل ونتفاهم بدل ما احنا واقفين قدام الباب كذا. الله هذا زهراء ولد الحلال سامحني ترى انا ارتبشت. والله ارتبشت. الله يسامحك. تفضل تفضل تعال تعال. خذوا انا ادعمكم. خذوا خذوا ادعمكم ادعمكم. زرقامه عندك زرقامه. حي الله بالحاج مراد. الله يحييك. يا مرحبا وسهلا. شيل شيل الدويا. عمي مراد اشوفها تتناصف ولايتية. خلنا نشوفها زين اول. ايه ولا كثير. لا هي 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 ما بعد شوي لك هاي فاتوره بجيبي ما صدقني. ايه
شوف هو الرقم ولا اي والله هو والله بيته حلو ولد هذا امين بيته حلو مسوي جاس من أهلا 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 مشام زوج خالتي أهلا لمين زيارة مباركة الله يبارك في حياتك كيف حالك الله يسلمك سلموا عليك حياتي هناك سلموا عليك كلهم كلهم خير عمي سلموا عليك الله يسلمك تفضل تفضل السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. شامس خليفة. تفضل تفضل تفضل. أشوف شنطة معك. والله شوية على الخفيف. تفضل يا شامس تفضل خويا. أمين هذا كله حالك؟ لا إله إلا الله أمين من هذا الحاسد وش يبغى؟ اسكت لا يسمعك هذا زوج خالتي جاي من الأبيض آه. أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا شمس يا أخوي والله شرفتنا تفضل تفضل استريح أسميك إنك مرتاح يا أمين من كذاك ما تجي الابيض ولا تسال عن اهلك حتى الله اكبر ظروف الشغل يا شامس وبعدين جيت كم مره مره قبل راح دبي مره في صحار مره في رميس اي ترى الله يسلمك انا من استويت رجل اعمال مهم هذه حالتي كل يوم في مكان الله الله لكن ما خبرتني مين هذا البيت حالك ولا بالاجار هذا الله يسلمك معطينا يا الشركة وساكنين فيها أنا وخليفة طبعا وهذا اللي فيه كله مال الشركة؟ أي نعم وهاي الطفاية بعد مال الشركة؟ أي نعم تلفزيون بعد مال الشركة؟ أي نعم يا شمس والتلفزيون بعد مال الشركة وهذا الطبل مال الشركة من ناحيتي أنا ما عندي مانع بس خلي رامس يشتغل ويشوف له شغله وكيد على عمره ولا إيش رأيك يا زهران من ناحية هذه اطمن يا حق مراد اليوم الولد مسجل اسمه في المعهد المهني وإن شاء الله بعد سنتين بيتخرج وبيشوف له الوظيفة اللي تناسبه لكن الحين بتكون خطبة زهران كيف خطبة زواج زواج اه رامس سكت خلي اخوك يتكلم هاي مراد هاي مراد هاي مراد مالك ساكت الله يهديك قولنا ها ايش ردك امهلني كم يوم وانا ان شاء الله برد عليك يا عم مراد الله يهديك كيف كم يوم انت فكر على مهلك واحنا قاسينه مالك مالك وليد احنا ما قلنا لك تسكت انت وانا اللي اتكلم بس اسكت حي مراد احنا بنترخص قدامكم الرحمن ول 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 بمرعه يلا ابوي رامس خلع الله يطوف علينا الليتات اسرنا مع السلامه عمي مع السلامه حي مراد هلا الحبيب لما هجرني هجرني
اشبع مسك. يا سلام يا سلام. وانا والحبيب لما هجرني هجرني خلى العين ما نام. امين. الحين هذا زوج خالتك ايش اللي جابه عندنا وكم يوم بيقعد؟ والله ما ادري بس اتحمل معي كم يوم يا خليفه. يلا خلص خلص يمكن يكون جوعان مسكين. يلا يلا روح روح روح. شمس تعال عشا جاهز تعال. خلينا نحاسب. تعال تعال. ايش هذا؟ تونه. زين لحظة بجيكم. كلوا انتوا كلوا. امين هذا وين رايح؟ ده يكون لك المعجبة. ما في شيء لك. يمكن يكون راح يجيب السكين وشوكة. من رامس؟ خير ان شاء الله؟ حد في شيء؟ هي من انا مالك؟ ما اتزوج. حسبي الله عليك يا رامس، موعني من نومي غير اتزوج. عمي مراد انا في الحقيقه ما مقتنع بكلام اخوي ابدا. اخوي يبغاني ادرس وانا ابغى اشتغل. عمي مراد انت ما تبغاني اشتغل؟ مالني ولد الحلال ما ابغاك تشتغل، لكن قل لي كم يعطوك معاش؟ عمي بعدني ما اعرف، لكن انا في الحقيقه قريت في الجريده طالبين موظف ضابط علاقات عامه. ما شاء الله، ضابط مره واحده هين في الشرطه وال عمي مراد انت ليش ما تفهم؟ ضابط علاقات عامه معناه تخليص المعاملات اللي في الشركه مع الجهات الثانيه. ها
الحين فهم. زين يا ولدي زين، الله يوفقك. بس اسمع، الله الله فينا يوم تستوي رايد. تصبح على خير. وانت من هنا خليني بس اقرب اشتغل لي موظف ولا كاتب علشان بس اقنع هذا الرجال، ولو اني متاكد 100% اني ما بتوفق. نعم انت قلت شي يا رامس. لا عمي، تصبح على خير عمي مراد.